هل اللي احنا بنسمعه ده فن ولا مش فن؟ هل هو افتكاسه زي ما قالت الدكتور الاستاذ رضا؟ لا، مش موضوع افتكاسه ولا فن. احنا بس علشان نعرف يعني ايه فن ويعني ايه ابداع. الاول اصبحت اغاني المهرجانات دلوقتي دي حرفه ومهنه، والدليل على ذلك ان ممكن اي شخص غير موهوب يروح يمتهن هذه المهنه بلا اي ثقافه وبلا اي دراسه ولا بلا اي شيء. فاصبحت دلوقتي المهرجانات هي حرفه ومهنه لكسب العيش فقط، زي السباكه، زي يعني طبعا ما بنقللش من شان هذه المهن اطلاقا، ولكن هذا الفن او هذا اللي بيسموه فن المهرجانات هو ليس فن، ولكن انا بسميها حرفه ومهنه اي حد ممكن يتعلمها او يدخل فيها ويغني مهرجانات. طب لو ما لقيتش الناس اللي تقبل عليها كانت انتهت من زمان. ما موضوع الاقبال ده بقى في شق تاني. موضوع الاقبال ان الناس مقبله، اولا لما بيقولوا ان الفيديو ده حقق 10 مليون و9 مليون، مش كل اللي داخلين 10 مليون دول كلهم حابين لهذا الفن اطلاقا. يعني انا واحد من الناس بدخل اشوف الناس دي بتعمل ايه. في ناس بتدخل علشان فضول، عايز يعرف هم بيعملوا ايه. بنسمع كلمه مهرجانات بس فضول. معلش عشان بس ندي كل حد حقه دكتور. نعم. اشرف عفوا، يعني انا لما انا عندي بعض الاحصائيات اهي. نعم. يمكن في بعض الاغاني او بعض المهرجانات ملايين. هل دول كلهم يعني دخلوا يعني مجرد حب فضول؟ لا، انا عايز ادي لك برضو شويه احصاءات. اتفضل. احنا عاملين بحث على فكره في المؤتمر الموسيقى العربيه من سنتين عن موضوع السوشيال ميديا وتاثيرها على الموسيقى. وعملنا احصائيات مثل هذه الاحصائيات تماما. في اي نعم اغاني بتحقق ملايين، بس انا اول ما بدوس على اليوتيوب بلاي خلاص كده سجلت مشاهدة. كانك مشاهده بتسمع اول كلمتين خلاص بتقلب خلاص كده، بس انت تسجلت. بس في مهرجانات يعني 65 مليون. ماشي يعني ما انا بقول لحضرتك، بقول يعني لحضرتك عدد اللي دخلوا بس. طيب. علشان يسجلوا ايه الفئه؟ هات لي الفئه العمريه اللي هي بتقبل على مثل هذه الاغاني. سؤال جميل. الفئه العمريه دي مهمه جدا. ليه بقى؟ اولا اغاني المهرجانات من ناحيه احنا لما بنتكلم على الاغاني في شقين، شق كلمات وفي شق لحن. من ناحيه الكلمات هتبص تلاقي في سطحيه وفي اغاني مسفه لدرجه يعني استحي ان احنا نقولها. شوف الفئه العمريه اللي بتتبع هذه الاغاني، هتبص تلاقيها يعني اللي فوق ال 30 قليل جدا لو لقيت حد يلجا الى هذه الاغاني. لسبب واحد، ده بيعتمد على الثقافه، ثقافه المتذوق. احنا بقى في سطحيه في الثقافه وسطحيه في اشياء كثيره جدا، وده الفن انعكاس للي بيحصل في المجتمع. وعلى فكره الظاهره دي مش ظاهره جديده علينا، ده ظهرت سنه 1914 بعد اعلان الحمايه البريطانيه على مصر، وعملت بحث كامل عن هذا الموضوع. ظهر في الفتره دهيت اكتر لحوالي 20,000 مطرب بيغنوا في الكابريهات والكازينوهات مثل كان في ساعتها الاذاعات الاهليه او الاذاعات الاهليه طبعا فتره. علشان كده فرضت الرقابه سنه 1927 على الغناء. وكان مين اللي مسك الرقابه وقتها؟ كان محمد يونس القاضي، اللي هو كتب برخ الستاره اللي فرحنا ومعظم الاغاني المسفه وقتها. تعرف اول قرار عمله ايه؟ منع كل الاغاني من السوق. اول ما مسك رئيس الرقابه مدير عام الرقابه على المصنفات الفنيه، منع كل اغانيه المسفه اللي كان بيغنيها للسوق. طيب هتقول لي طب هو نفس الشخص. ممكن من دول يطلع ناس مبدعين، اوكي. بس هي البيئه والوسط اللي نشأوا فيه. طيب. محتاجين يعني يتعدل الشيء او يبقى فيه شيء من التوجيه.